نعم، فالحمد لله في هذه المواسم الأخيرة تقريبا جميع المنافسات حضرنا لها، القارية والدولية القارية كاين كاين حضرنا في كل شيء تقريبا، يعني ما تمش الاعتماد على الشامبيونز ليغ حضرنا فيها كاملة، الاتحاد الإفريقي حضرنا فيه كامل، كأس إفريقيا الأخير حضرنا فيه كامل، يمكن ما كناش في لافينال، يمكن ما كناش في دومي فينال لان كانت عندنا الوداد بقات دومي فينال، في الاتحاد الافريقي ما بقيناش لانك بقى لك فريق من شمال افريقيا، الجزائر بقى لك في الموضوع مع هذا الاشكال ما بقاش في بلايص اخرين. لاحظنا لاحظنا حكم سوداني انه لعب لينا مع بيترو اتلتيكو، يعني حتى هذه الاشكاليه ديال العربي ما بقاش، باقي هذه ديال لازون باقى شويه، باقى شويه لازون ديال شويه، لا كوب دي موند انت حاضر باربعه ديال الحكام، كاس العالم في الارجنتين الاخرى حضرتي بجوج حمزه الفاريق والبرنسي، رغم بانه كاين اللي طالب باش تكون حاضر كحكم الساحه يكون هذا الشيء اللي هذا هو المطلوب. البطوله العربيه عندك اربعه الحكام، عندك جوج ساحه وعندك جوج حكام مساعدين، كاين رضوان جيد وكاين سمير القزاز، اللي سمير القزاز هو محترف لدى الاتحاد الافريقي، عنده الاحتراف ديالو، عقد احترافي، عقد احترافي مع الكاف، وكاين جوج حكام مساعدين اللي تعودنا نشوفوهم مع رضوان جيد في المقابلات الدوليه، لا الحسن ازقاو لا مصطفى من عصبه سوس، الحسن ازقاو من عصبه سوس ومصطفى اكركاد من الدار البيضاء، لكن الان بقبعه مغربيه ديال الاتحاد المغربي، كاين الحاج محمد القزاز كمحاضر لدى الاتحاد العربي وفي اللجنه ديال التحكيم، الحاج حاضر في اللجنه ديال التحكيم كاين وحضر الورشات كلهم ديال الفار وهذا ويؤطر، لانه ضمن اللجنه، هذه اللجنه تترأسها هاني بلان هو اللي تترأس هذه اللجنه هذه، ومعه خليل جلال، هذا هاني بلان من اش من اسيا، من اسيا وعضو في الاتحاد الاسيوي، وخليل جلال هو رئيس سابق ديال لجنه التحكيم السعوديه ومسؤول الان بقطاع التحكيم بالاتحاد العربي، مع الحاج محمد القزاز، اذا كلهم هذو ساهرين، وكانت واحد الدوره تدريبيه من 24 يوليوز الى غايه 26 يوليوز، غدا غتسالي من 24 ل 26 يوليوز في محافظه جده، وتعرفوا على جميع هذا، كاين اللي بعض كاين بعض الحكام اللي في الدول ديالهم مازال ما كاينش عندهم الفار، داكور، خاص الاستئناس بهذه التقنيه هذه، غادي يتم غادي يتم هادو كحكام ساحه، كحكام ساحه ولا كحكام فار، كاين بعض الدول هو واخا ما عندوش الفار جابوه كحكم فار مثلا، هو في افريقيا، في افريقيا تيسيما يلعب مقابلات على المستويات، وايثيوبيا ما فيهاش، اما ايثيوبيا ما فيهاش الفار اكزاكتومون، غازاما غامبيا ما فيهاش الفار، ولكن يتم التكوين ديالهم، غير هو فاش تكون عندك التكوين وعندك الممارسه ماشي بحال واحد عنده غير التكوين، لان البراتيك البراتيك غتلقى دابا في التعيينات، في التعيينات غتلقى حصه الاسد عند التوانسه عند المغاربه عند المصريين، لانهم تكوين وتطبيق، عندك دول ديال اسيا، السعوديه غتلقى قطريين غتلقى عندهم حصه الاسد في الفار، خاص في الفار، لان باش تلعب كحكم ساحه خاصك بعدا لا ليسونس ديال الفار، وهذا تاهيل ديال المولتي، علاش كاينه الدوره هذه، دارت الدوره هذه من 24 ل 26 يوليوز، وغيكون فيها تطبيقات، كان فيها تطبيقات الدوره، تطبيقات عمليه ومحاضرات نظريه شامله على تقنيات الفار، تعديلات في القانون غيتم تطبيقها، اللي غنشوفوا حنا تعديلات جديده جديده غتدخل، واخا ما كاينش شي تعديلات بزاف من غير التسلل اللي فيه شويه توضيحات، تقنيه شبه الاليه ديال التسلل، والحكام اللي كانوا في قطر غادي يعاونوا هاد الحكام هادو بحال رضوان جيد والحكام القطريين، لانه ديجا خدم بها كانوا، وكانوا تما وخذوا محاضرات وهذا، وغيكونوا كاميرات اللي غادي تثبت اسفل سقف الاستاد، تحت من الاستاد غيتثبت بعض الكاميرات، لاش اللي تتبعوا الكره، كاين كاميرات يتبعوا الكره يقابلوا غير الكره، التحركات ديال الكره، وفيهم 29 نقطه ديال البيانات مخصصه لكل لاعب، هذوك الكاميرات غيكون فيها تعطينا 29 نقطه ديال البيانات ديال اللاعب، فاش يوقف اللاعب في التسلل غادا تعطينا اليد فين كاين، الراس فين كاين، الرجل فين كاين، باش تعاوننا بهذاك التسلل الاوتوماتيكي، و50 مره 50 مره في الثانيه لاحتساب تحرك الكره، غير الكرة تبوجي يعطيك هو 50 مرة 50 لقطة في الثانية الكرة، إذا يكون داك الشيء جد جد النسبة ديال الخطأ في القرار غتكون جد جد ضئيلة، مثلا بعدا في التسلل التسلل، ولكن كتبقى دائما هذه على رجوعا واعتمادا على كل ما هو تقني، ولكن كيبقى القرار كيبقى الحكم، غير هو التسلل إلا لاحظتي في كأس العالم التسلل تهنينا منه، صافي كتحيد هذاك الاشكال، التسلل ولا تقريبا، وقلتي لي على الكره ما غاديش تكون الكره الذكيه هنا، لا لا كاينه الكره الذكيه، كاينه تقنيه خط المرمى، خط المرمى الكره تجاوزت بالكامل
او ما تجاوزاتش بالكامل. وهادشي علاش كلشي هادشي ثلاثه الحويجات: عدم تعطيل اللاعب، تكون السرعه في الاستئنافات وفي القرارات، وتسريع في اتخاذ القرارات بدقه. اذا ما يكونش عندنا، وغادي عاوتاني غيكون التركيز على الوقت بدل الضائع، لان الاتحاد الدولي سمح به، سمح بهادي وزكى هاد المساله هادي ومشى فيها. اذا هادو هما الخلاصات ديال هاد الدوره التكوينيه ديال الحكام اللي تسهروا على اطر كبار ديال الاتحاد العربي في مجال التحكيم، واربعه ديال الحكام، الحكام العرب اللي سمحتي لي مرحبا اللي كاينين عندنا. كاين بعض الغيابات، ولكن على العموم كاين، نشوفوا الاسماء هنا. كاين عندنا امين عمر، معروف هذا في مصر، صادق السالمي هذا معروف من تونس، على ما ادور رساله التوقيف ديالو من الاتحاد الافريقي، لانه كان موقف مده ديال 3 اشهر، كان موقف ما كانش يلعب في الاتحاد الافريقي، تم الاستدعاء ديالو من تونس. سامي القزاز من قطر، محمد احمد الشمري، هذا ماشي هو اللي لعب لينا الفينال، لا لعب لينا الترتيب وقيلة. محمد احمد الشمري من قطر، من قطر. من السعوديه محمد خالد الهويش، هذا معروف. محمد عاشور، هذا متخصص في الفار من مصر. عبد الرحمن الجاسم من قطر، هو اللي لعب لينا عبد الرحمن، هو عبد الرحمن الجاسم، الجاسم اللي لعب لينا. وعاده باش عندنا الحكام المساعدين، ما بانش ليا هنا محمود علي، لا الحكم اللي محمود علي محمد من السودان، لا لا خلي ليا، خلي ليا ديال البنا اللي لعب، والغربال، الغربال ما كاينش، صافي الغربال ما كاينش، لان من الجزائر تم الاستعانه بواحد الشاب لطفي بكواسة. شنو غربال؟ واش زعما صافي وصل ولا لا؟ لا لا، الاتحاد العربي كان عنده اختيار، يمكن بواش لان هذه اللائحه فيها حكام شباب، فاش نسمعوا سمير القزاز، تنسمعوا لطفي بوكواسا، تنسمعوا الحكم التونسي اللي كان في اللي كان مع صادق السالمي في الفار، اذا تنسمعوا حكم امين عمر، يعني لائحه مخضرمه، لان حتى الاتحاد العربي تيفكروا في الوجوه ديال المستقبل. المستقبل ما تيعنيش بانه صادق السالمي المستوى مصطفى غربال المستوى ديالو ضعيف، فهو دائما يعتبر من 4 الاوائل في افريقيا.